مرحبا انا رجعنا للجيل الجاي. مرحبا خويا بلا مناظره والله ديبا اكسلون حلقه نار نار تقدح. اما قبل كل شيء بربي نحب نوجه ديديكاس صغير لبوزراره ودالي وادم وعبودي ديديكاس كبير كملتهم الكل عفيف يا حاج قولوا راوند خايبه وكشكرتكم راوند قامت بالواجب يلزم زيادة نشكر الناس اللي قاعدة تفرش فينا سورتو على الانترنت ميرسي على حضوركم ومازلنا مواصلين هيثم لازم نشكروها وسيم وطه نيفو عالمي تاع الرسمي ديزاجيومون وبالرسمي وراو انه الشباب ينجم يناظر في حاجه في قيمه رئيس الجمهوريه ولا في قيمه في موضوع كبير كيف هكا عندهم حضور مش نورمال. انا عجبني وسيم على الاخر يفتق بالرسمي بعد ما يحكي يقول لك واو عندهم بوستور بادي لانجويج يعرفوا كيفاش يوصلوا المعلومه سواء الحجج قويه طريقه الالقاء قويه كل شيء في حدود البيرفكسيون عجبوني على الاخر. اما شنو رايكم اسكو خاطر تبدل التصويت كومبليتمون 14 بوان تبدل دونك اسكو انتم مازال تبدل رايكم كانوا ولا لا؟ كانوا 46 ضد و 54 مع ولاو 60 ضد و 40 مع دونك نصور لاند سلايد هذا راهي في انتخابات راهي ضربه قاضيه ضربه قاضيه دونك شنو رايكم اسكو انتم مازال تبدل رايكم ولا لا؟ انا ما قلت لك من الاول انا ضد في وسط الحلقة خممت شوية وسيم ما كخليني نخمم شوية زعما نبدل زعما ليه في الأخر ما بدلت وانتي روان أنا الحقيقة مع وقاعدة مع رغم طهره وزعزع لي شوية أفكاري أما قاعدة مع أما جيت شوكي بالتبديل الفشئي متاع الأصوات وهذا تقييم نجمو ناخذوه بعين الاعتبار اليوم سوربري أكثر منه شوكي على خاطر حاجة به مثلا طه وصل انه اسف العبيد كيف انا كيكه اما الحاجه اللي لاحظتها وانه تقريبا قاعده نحكي اما الاستطلاعات الراي والا قاعده نحكي على خصال رئيس الجمهوريه اكثر منه الاداء ولا شنو يعمل اكثر منه الحصيله في حد ذاته اكزاكتومون اي من انتم قلتوا كلمه مهمه فسورتو راوند وياسمين قلت بديت كيكه نشك لكن اي كان زدناك معاه سويعه اخرى يبدل لك رايك زعما والله ما نعرفش كان كامل بنفس النسق يمكن خاطر بالحق والله ما شاء الله علي وسيم انا عجبوني على الاخر على الاخر ديجا انا نتربش بهم توتو سوسو نقولهم كل حلقه تترب داخلين في لوبي سواري بيجاما نتاعك مازال ما خلتنيش للمرحله هذيك يمكن الليله يمكن نعطيوها فرصه اما كل لاحظتوا يا جماعه وانه مالوريزمون الحاجه اللي نتناظروا فيها تو انه السياسي لازم تكون عنده خصال نتاع الصدق واللي هي نورمالمون بازيك انه السياسي عندك كونترا مع العباد انك تكون صادق وامين وذوك كل الحاجات نورمالمون مسلمات ما نحكيش فيهم ولينا حلقه كامله نشوفوا ما بين انه الحاجات هذيك الخصال هذيك راهي ماهيش يعني امبليمونتاسيون ولا اداه اللي قاعد يصير اكزاكتومون يعني ولينا لمجرد ان نلقاو سياسي ماهوش منافق وكذاب نفرحوا صحيح وهذيك حاجه خايبه وشوكونت على خاطر هذايا لازم يكون حاضر معناه حاضر بيش معناه احنا نلوجوا على البلوس مش باش نلوجوا الحاجات البازيك اللي لازمهم يتوفروا كما قلت انت ياسمين شنو رايك؟ صحيح حتى انا هذه نفس الموقف نتاعي معناها اعتبارا انه الصدق والامانه حاجه معناتها انك نلوجوا عليها ولينا مش معاش موجوده. وهذايا انا نتصور يعكس قديش العباد فلوستري من الواقع اللي نعيشوا فيه على خاطر السياسيين تقريبا الكل قاعدين يوريو في رؤيه براتيكمون صالون الاستطلاعات الراي صالون شنو هي صوته زاد العباد في الانتخابات اللي فاتت وانه ماهمش قد المسؤوليه اما كل لاحظتوا انه ديبان تاع زعما اثنين هي تكمل الديبان تاع زعما واحد فكيتها من فوق يعني تكمل النظام السياسي قاعدين نحكيو برشا على الصلاحيات تاع رئيس الجمهوريه ما تكفيش لازم اكثر كذا وقت اللي انا في رايي الصلاحيات اللي عنده كان ينجم يعمل مخير خاصة في الدبلوماسية الخارجية شنو رأيك أنت ياسمين؟ حتى أنا نفس الموقف عنده معناها عنده الخارجية عاونوني شوية عنده الأمن القومي والدفاع صحيح معناها حاجات يكفيه باش أنه ياخذ موقف ويبين وجوده لكن ما صارش هذا يكفي هل قالك عين سفير في ليبيا؟ أما أنا حبيت نقول اللي وي
حبيت نقول اللي كما قلت انت الزعمات الكلهم راهم يكملوا في بعضهم راهو باش نناقشوا برشا حاجات خلل موجود اللي فما فيه ديزيدي كونتراديكتوار معناها هذيا هو الزعمة شنو وحبيت نعاود نذكر بطريقه المشاركه مره اخرى راهو باش تصوروا فيديو حاجه سهله برشا دونك فما ناس خلطوا من بين 600 و300 ناس نرجعوا لها راهو كان تسمع نرجعوا مع ياسمين تعاود تفكرنا بعد شويه تو نرجعوا للموضوع هذايا تو بور مومون جوست ناخذوا فاصل قصير وهنا راجعين حكينا برشا في المتشاركين في موقفكم بعد المناظرة اللي صارت في زعمة لكن ما قلتوا ليش شنو رأيكم في المسابقة ككل في المحتوى في الحديث في التنظيم في اللي ريتو في اللي ريتو بصفة عامة بخلاف المتسابقين انا ملي ريت زعمة واحد كانت لا بيرفكسيون وما نحبش جو نيكزاجير با راني قاعده نقول في الحقيقه على مستوى تنظيم على مستوى لي فورماسيون اللي قاعدين نعملوا فيهم اللي انا بيرسونيلمون زيدوني على الاخر معني شوف قد وليت نحكي مرتاحه في الثالثة سي غراس زعمة واحد وزعمة اثنين اللي يعملوا في مجهود كبير مع لي كانديدا باش يوصلوهم بالبرفكسيون اللي قاعدين تراو فيها انتوما توا معناها كنا نفرجوا فيها تجم تزيد انت ياسمين كان ياسمين كانت حاضره انا بالحق كي يقولوا لي مناظره نقول لهم بارفيت هذاك هو شنو نجم نقول انا شاركت في زعمه واحد وناداوني انفيتي في زعمه دو معناها شاركت في لي فورماسيون الكل حضرت في كل شيء بالحق معناها حاجه وندعيو الناس الكل باش يشاركوا فيها خاطرها تجربه برسمي باش تغيركم باش تبدل فيكم برشا حاجات باش تطور من شخصيتكم وكل كيما قالت روان داك ولات تحكي قدام كاميرا مرتاحه على الاخر ما كانتش هكايا انا نحب نقول راوند افون اي حتى انا راوند انا كيمش نزيد عليكم خلينا نقولوا انه زعما هي ثنيه جديده للي جون باش يدخلوا في الشان العام ويوليو يحكيوا وهذا براتيكمون اللي نحب نعمله انا من الانستغرام زادت زعما خلتني نخرج حاجات اكثر وانه العباد اللي تحب تحكي في الشان العام خاصه الشباب راه المستقبل لينا نحن الجيل الجاي راه المستقبل عنا نحن وكان من تتلهاوش بيه انتوما باش يتلهاو بيه عباد اخرين في بلاصتكم وانتوما من بعد تقعدوا تتشكاو خاطر النتيجه ما عجبتكمش بخلاف نعرف شفتوا المتسابقين الاخرين اللي شاركوا في المسابقه فما متسابقين اخرين ممتازين كيما كنت انت رواند وانت ياسمين في الحلقه الاولى لكنهم ما خلطوش للمرحله النهائيه اللي هي المناظره انا نذكر مثلا خليل مسمودي سي مون كوت كور خليل بحق الحقيقه خليل نوجه له تحيه توا باش يظهر في الجيل الجاي الحلقه الجايه نحب نقول له راهو عنده طريقه في الالقاء هكا محليها تعجبني وكمل هكا كنت مغرومه بالحد الرياضي كنت عنده شويه ويبدو انه الرئيس يقترب من الاخشاب عنده كاركتير غايب الفاسون اللي يحكي بها تشد على الاخر تقعد تسمعوا من الاول للاخر هذاك اللي صار في الدومي فينال معناها وصل جاب 86% اللي هي حاجه باهيه على الاخر الحاجه الباهيه وانه كيني بول دو نيج انا قبل ما ندخلوا نقرا في المساجات في الانستغرام فما عباد بعثت لي قال شاركنا في في في, في مناظره ما نجحناش مش نحاول اني نحسن من روحي ونشارك دونك لفيت انه برشا عباد وحتى نصور اكثر من زعمه واحد انه عباد بالرسمي قاعده توري في رغبتها انها تحب تشارك صحيح فما عباد ما تعداتش اما شرف المحاوله كمام يحتسب انا عندي صحابي شاركوا في زعمه ما تعداوش شاركوا في زعمه دو ما تعداوش وباش يشاركوا في زعمه تروا وكانت مش مسلمين ليه والهدف راه مش انك تربح وتتعدى في المناظره التلفزيه الهدف سورتو هي انك تدافع على رايك على خاطر رايك مهم وغدوه كان معناها كتنجم انت بدفاعك على رايك هذاك تقنع به برشا عباد تنجم غدوه ناس اللي انت تمن بهم واللي هما عندهم نفس الاراء والقناعات نتاعك يوليو يحكموا في البلاد وربما يحقوا لك الحلم نتاعك اللي انت ما ريتوش حتى لتوا انا هذا مش نزيد عليكم نقولوا انه مناظره ولا زعمه فكره اللي مش لازم كان في التلفزه خاطر براتيكمون حكيت مع طه وسيم اصلا يحبوا يخضوها الفكره ويوليو يحكيوا ويعملوا جروب ما بين اللي يشاركوا في زعمه انهم ديما يحكيوا في السياسه مش خاص كان تولي فما حتى مبادرات جهويه دونك هذه العدوى الايجابيه خلينا نقول وما ننساوش زاد عنصر مهم ياسر تو ناخذوا عليه اكثر تفاصيل جوستومون انه فما فرق بين كما كنتوا تحكيوا افون ابخي كي تجي من الاول يبدا عندك افكار لكن بفضل لي فورماسيون اللي تعملوهم تتعلموا تقنيات نتاع خطابه تقنيات نتاع حضور امام الجمهور وتقنيات نتاع اداء والقاء ناخذوا فكره على لي فورماسيون هذوما في الروبورتاج هذا
اليوم التدريب اللي قدمناه هو يهتم خاصة بشكل المحاضرة، معناتها اشتغلنا على طريقة التنفس، طريقة الإلقاء، مخارج الحروف، خدمنا على البادي لانجوج أو لغة الجسد. فكان هذا مهم جدا أن نلفتوا انتباههم أو أن نقويوا شوية الوعي عندهم أنه التنفس حاجة مهمة، أنه الحضور، أنه الثقة بالنفس. هذه كانت كلها المحاول اللي اشتغلنا عليها اليوم. شباب بالحق كانوا واعيين بضرورة الاشتغال على التفاصيل هذه اللي باش تقوي أكثر إمكانياتهم وباش تقوي أكثر من الحظوظ نتاعهم. كان فما تجاوب إيجابي برشا. المشاريع هذه عندها أهمية كبيرة لأنه اليوم حاجتنا بجيل جديد من القادة، من صناع الرأي. نحب نكونوا طبقة سياسية أو جيل جديد في الطبقة السياسية اللي ربما عنده رؤية مختلفة أو مشاريع مختلفة، قادر أنه يحدث تغيير حقيقي وتغيير إيجابي. فوالا هذوما لي فورماسيون يظهر لي ذكرتوها ربي بصغيري. لي فورماسيون تفتق تفتق على الاخر. انا تعلمت اللي التنفس الحقيقي يكون من المعده مش من الرئتين. خاطر الرواري هي اللي تخدم المعده. قالوا لك هكا من المعده يلزمني انا بدي نعملها في بالي. انا خليتهم الرواري لاهين بالموضوع هذاك ما نعرفش يلزمني نثبت به. انتظاراتكم معناها حكينا على الحصيله التقييم الى اخره، لكن كان نسالكم سؤال. كان نقول لك مثلا انت ياسمين شنو تستنى منه رئيس الجمهوريه في المرحله القادمه؟ والله شنو اللي تحبوا شعلينا في شعمال وش ما عملش؟ شنو اللي ماذا بيك يا عم؟ كما قلت لك انا ركز على حاجه مهمه على الاخر اللي هي الكوميونيكاسيون. الحقيقه ماذا بينا انه يتواصل معنا كما احنا قاعدين نحكي. بالحق انا متاكده اللي هو قاعد تو يتفرج فينا، دونك نحب نقول لك سيدي الرئيس امان احكي كيفنا، احكي باللغه الدارجه نتاعنا التونسيه، خاطر بالحق لهجه محليه تفتق معناها. اما ياسمين سامحني وانه الحاجه اللي خليت قيس سعيد يطلع وانه هو يحكي بالعربيه الفصحى والشباب شاخت انه يحكي بالعربيه الفصحى، يعني انه نرجع في راينا نقول قيس سعيد احكي بلغتنا، كانه ريالمون هذيك كانت بوز من الاول باش يخرج من البيرسوناج. هي ما انت شنو تستنى منه؟ انا شخصيا نشوفه انه صلاحيات رئيس الجمهوريه في الدستور الحالي تعطيه برشا مجال خاصه في الدبلوماسيه. يعني في عوض من الغمس في كيف ما قال طه في العرك السياسي ولا المناكفات السياسيه، الدبلوماسيه الخارجيه نجموا نعملوا فيها برشا حاجات. نجموا يمشي يسافر خويا يجيب لنا استثمارات، يحكي مع العباد عن الديون، عن برشا حاجات. دونك الخارجيه مهمه على الاخر انه نرسخوا صوره تونس تغلبنا على الارهاب، راهي تنجم العباد تستثمر فيها، نرجعوا الثقه للعباد للمستثمرين من برا. دونك هذا الكل مسؤوليه رئيس الجمهوريه انه يمثل تونس لبرا. نحب نزيد حاجة صغيرة. لو ينجم هو يقعد يحافظ على اللغة العربية متاعو، أما طريقة الإلقاء متاعو تكون أكثر فليكسيبل سلون الشباب أحنا ومتطلباتنا. خاطر إذا واحد شو قد يحكي لنا بصفة غير سلسة نحب نقول نحن باش نفدو وباش نفقد الثقة من جديد وتكون عنا خيبة أمل جديدة. دوك نحب نقول سيدي رئيس لغتك محليه وتفتق، اما جست البادي لانجويج حسن تعرف انا كان كعليا يخلي اللغه ويخلي البادي لانجويج اما يعطينا الماتير يعطينا المحتوى وقوله لنا حتى باللغه السنسكريتيه ما عندي حتى مشكل. على ذكر المتسابقين هيثم، فما برشا شاركوا برسمي عندهم ما يقولوا في رواحهم، اما للاسف ما حالفهمش الحظ في جره التصويت. منهم زميلي وصديقي منذر بن جدو اللي ديجا نحب نقدم له تحية برسمي ما شاء الله عليه. انا قلت له وقت اللي باش تشارك هو انا وصلت اقنعته باش يشارك معنا. قلت له باش تشارك قلت له باش تشارك راك انت باش تربح، وانا كنت متاكده الخساره ما تعداش من الفوت معنا. سينورا تعدى وربح. ايه دوك شنو اللي كيف منذر ولا وانتي وراوند وغيركم وكيما شفنا طه وسيم الى اخره، اللي يحب يشارك شنو يعمل؟ ما تأيسوش معنا، حتى كان ما تعديتوش نجموا تعاودوا تشاركوا مرة أخرى. سهلة طريقة المشاركة على الأخر، تسمعوا السوجي نتاع زعمة تروى على شنو باش يكون، تسجلوا فيديو قصير نتاع 99 ثانية تحكيوا فيه، تعطيوا فيه الحجج نتاعكم لي زارغيومون باش توصلوا تقنعوا لجنة التحكيم والعباد باش تصوت لكم، وتهبطوها على السيت وتخليوا العباد تصوت لكم. سهلة 50% لجنة التحكيم 50% مشاهدين. تنسيت عباد تنسيت أصحابك أنه يصوتوا لك زاد. أي هذه أي الحاجة المهمة باش تربح وتجموا توصلوا. راهو في أي لحظة أنا ما كنتش نتصور، عمري ما كنت نتصور نكون في البلاصة هذيا كيف ما أنا وصلت.
انت والناس اللي تتفرج فيه الكل تجموا توصلوا. والله حتى انا دخلت بتفدليكا معناها جربت حظي القاروحك على الحاجه اللي نحب نقولها هيثم انه نحن رانا نمثلوا العباد اللي ما خلطتش في التصويت يعني براتيكمون نحن نمثلوا الشباب اللي يحب يندمج في الحياه السياسيه واللي يحب يحكي في الشان العام ويحب يوصل صوت اصحابه الاخرين اللي نقعدوا في القهاوي ولا نقعدوا في الليسيي ولا اللي هم. فوالا يعطيكم الصحة ميرسي بوكو ياسمين ميرسي عايشك. شكرا على حضورك معنا رواند كيف كيف يعطيك الصحة ولؤي شيرني ماستلاس مرة ثانية إن شاء الله نشوفوك مرة أخرى إن شاء الله مرة جاية بشرجة أمين عاد بشرجة أمين إن شاء الله يسيبنا من قيس صعيد خاطر حلة لا لا نكتفي بهذا القدر من قيس صعيد فرصة ثانية ما تنساوش المرة الجاية الرونديفو نتاعنا كالعادة آخر نهار أحد في الشهر باش تفرجوا في الحلقة الجاية من الجيل الجاي ومن زعمة أنا كان عندي أمنية باش نعملها سيكون نتمنى في المرحلة القادمة الشعب التونسي كما تعلم أهمية النزاهة والاستقامة وانتخب قيس سعيد في المرحلة في المرة الجاية يتعلم أهمية الكفاءة زادة وهكا نكمل نكونوا كملنا استجيت الكل يعطيكم الصحة على حضوركم شكرا على المتابعة صباح الخير باي باي.